يعني أهم حياتي في المزرعة، يعني بدون المزرعة ما أقدر أعيش، ما أعرف أشتغل في أي محل إلا المزرعة. والله أنا من خلقت يعني في الزراعة، من جدي لجدي لجدي لأبوي، صباح الساعة 2:30 سلي فلافة جاء اشتغليني نفع الخيل ما خيل وكل شيء، يعني بعد تضيع تمشي في الدنيا بعد منش داخل المزرعة. يمكن هذا من يصير الجو بارد حتى الجو يعني نبدأ نزرع، يعني من يصير حار الله نزرع الماضي بعد ما نزرع الطب والبقي، يعني خايف من فوق هذا ما يسكن تعب هذا اللي خايف ورجال ما يسكن عرنا الأشجار ما يصير لأن كل ما صارت التربة لو الماء يحنو يصير الأشجار نعم أوكي برد واجد يعني هذيك أرض رملة هذا طين هذيك رملة يعني عقيدة هاي ثقيلة. ذاك الوقت النخيل لها حياة، يعني مثل ما تقول غدائي منها زين، وفراشي منها، بيتي منها زين، النار اللي احنا قاعد نسوي عليها العيش ما عيش هم منها، هذه كلها أهم شيء حياة. هذا في النخلة أهم شيء، النخلة في الزراعة يعني كل شيء، يعني حتى بتاكل شيء من الرطبة شوي ماي خلاص يعني تغديت أكلت كفاية. أنا بدأت يوم في سنة 2006 هذا المكان، ما كنت أعرف أنه بسوي هذا المشروع، بعد سنة تقريباً قلت له هذا مشروع مهم ولازم أشتغل فيه، فبدأت أوثق صورهم بورتري الوجوه طول هذه السنة. لما عرضتهم في المعرض كنت أحط كل شخصي من الشخص مجموعة صور إليه، ممكن تشوف تحولات له في الوجه حتى في الشكل، البيت كيف يعيشون كيف يشتغلون من وين جايهم هذا الأرث وليش هذا مهم كان عندهم. هذا الجزء فقط لما أنت توثق البايوغرافي، خلنا نقول السيرة للفلاحين، أنت بتوثق حتى المعلومات. كان واجد في أهداف، كان واحد من أهم الأهداف إعادة العلاقة بين الناس وبين المناطق الزراعية، خلق وعي فيما يتعلق بموضوع التربة لأننا قاعدين نفقد التربة الحقيقية. We are in the middle of one of the busiest areas in Bahrain. We have a very busy road just a few meters from where we are. And I think this farm is an example of how farming and nature can coexist with urbanization. Soil is an essential component of urban farming. Everything to be grown, every food to be grown needs a healthy soil. And I think the key element here is that we don't look at land and soil purely from an economic point of view, because perhaps urban farms in the future, the challenge and the pressure that they will face is that they might not be worth the land value of developed areas. But the things that are at stake are much broader, and I think decision makers will have to understand this problematic from a much broader perspective. And it's not only about the value of land and soil, but also the economics, the social benefits, and the environment benefits that that urban farming can bring into cities, including their own land.